اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن تطبيق فيستا كرييت. التطبيق ده هنلاقيه متوفر على متجر جوجل بلاي. طبعا هو فعلا كنز لاي شخص بيحتاج لعمل التصميمات بانواعها. هيكون متوفر على التطبيق دوت. في الفيديو ده انا هركز معاكم النهارده بس على الفيسبوك كفر، وهنعمله النهارده بثلاث طرق. يلا بينا نبتدي نشوف احنا ممكن نعمل الكفر الخاص بالفيسبوك ازاي. اول حاجه هنا اهوت هنختار فيسبوك كفر وهنضغط على السهم اللي فوقيها دوت، وهنبتدي بعد كده اهوت نتصفح الكفرات اللي موجوده عندنا، نشوف اذا فيها حاجه عجبتنا ممكن احنا نختارها ونبدا الشغل والتعديل عليها زي ما انتم شايفين كده. الكفرات فعلا يعني احترافية جدا جدا، ومش بتحتاج وقت طويل ولا بتحتاج اي مجهود في ان احنا نشتغل ونعدل عليها. وزي برضو ما شايفين ان هي طبعا يعني شاملة كل المواضيع، يعني حيوانات، ميك اب، فاشون، كل حاجة موجودة في الفيسبوك كفر. بصوا طيب دلوقتي لو احنا واحنا بنشتغل كده يعني شفنا الحاجات اللي موجودة بس ما فيش حاجة منهم عجبتنا، واحنا حابين ان احنا نختار ناس لون معين، او حابين ان احنا نختار مثلا شكل معين، فاحنا هنيجي هنا اهوت على السيرش تمبلت وهنكتب فيها اي كلمه احنا عايزين نعمل عنها بحث. انا هنا اهوت كنت عامله بحث مثلا عن كلمه بلو، وكنت عامله بحث عن كلمه بينك، فانا ممكن اختار كده كلمه بينك. هنبص نلاقي ان اتفتح معانا هنا اهوت كل الكفرات اللي بنفس السيرش اللي انا عملته كلها بينك اهيت. بصوا فطبعا دي برضو حاجة بتسهل علينا جدا اننا نختار حتى لون الكفر اللي احنا حابين اننا نشتغل عليه. طيب دلوقتي ازاي بقى ممكن ان احنا نعدل على الكفر دوت؟ اول حاجة هنختار حاجة بس بسيطة، هنعدل على الكتابة اللي عليها، وليكن ده مثلا هنقول له use this template كده، هيتفتح معانا في التمبلت دوت او الكفر ده. احنا دلوقتي هنعدل على حاجة واحدة بس اللي هي الكتابة، فاحنا هنيجي هنا هوت علشان نغير الكتابة دي هنضغط مرة كده هوت على الكتابة، وبعدين علشان نكتب احنا كتابة جديدة هنضغط مرة كمان علشان تتحدد، ونبدأ ان احنا دلوقتي نكتب اي كلمة احنا حابين ان احنا نكتبها، اي حاجة نكتبها. طبعا بالنسبة للبرنامج دوت بيدعم اللغة العربية وبيكتبها بشكل سليم ومظبوط من اليمين للشمال، مفيش فيها اي مشكلة خالص. ممكن نكتب مثلا اسم قناتي، هنكتبها كده بس، وبعدين هنيجي برضو على الكلمة اللي فوق ديت هنضغط عليها مرة، وبعد كده هو هنرجع تاني نروح ضغطين عليها مرة كمان علشان تتحدد كده، ونقول مثلا اي كلمة برضو هنكتبها. انا بس يعني عشان اوريكم بس الفكرة وازاي ان احنا بسهولة ممكن ان احنا نغير الكتابة اللي على اي كفر. هنا هنكتب مثلا كلمة مرحبا، اي كلمة هنكتبها كده وخلاص، وهنضغط في اي مكان برضو بره كده هو، فكده الكفر كله اهو بقى يعني متحدد معانا، الكلمة كلها اتغيرت. طيب دلوقتي الكفر نفسه احنا عايزين نغير اللون بتاعه. عندنا تحت هنا هو زي ما احنا شايفين في فلاتر ظهرت، الفلاتر دي احنا لو اخترنا منها اي فلتر كده بصوا هيغير لنا الخلفية او لون الخلفية الخاصة بالكفر. بصوا طبعا دي احنا بنقدر احنا نتحكم فيها زي ما احنا عايزين، ده كان اللون الاساسي. بصوا ميزة خطيرة جدا جدا في البرنامج، يعني بتسهل علينا الشغل بطريقة يعني كبيرة جدا. بصوا نقدر ان احنا نعمل اي لون او اي فلتر على الالوان زي ما احنا عايزين. خلاص تمام. طيب احنا هنخليه كده هوت،
دلوقتي بقى الحاجة التانية، لو احنا يعني الكتابة دي مش عاجبنا مكانها هنا واحنا عايزين مثلا نغير المكان بتاع الكتابة دي، فاللي احنا نقدر نعمله ان احنا هنحددها كده ونبتدي ان احنا من الدوائر اللي هي الخاصة بالتحكم ديت ان احنا نكبر او نصغر او ان احنا ننقلها شمال او يمين بالشكل دوت زي ما انتم شايفين اهو. نحط بس ايدنا كده هو على التحديد ونبتدي ان احنا نغير مكانها على الكفر. احنا خلاص خلصنا، هنبتدي ان احنا نروح قايلين له في صح كده فوق، علامة صح موجودة فوق هنضغط عليها. تمام، هيظهر برضو عندنا مثلث اللي هو راس السهم بتاعته بصة لفوق هنضغط عليه بالشكل ده. هنا هو هيدينا اكتر من خيار عشان نحفظ المشروع بتاعنا، يدينا الجي بي جي اللي هي بصيغة صورة، او البي ان جي دي برضو صورة بس شفافة، خلفية شفافة، وعندنا برضو بي دي اف او ام بي 4 او جي اي اف. طبعا احنا دلوقتي الشغل اللي احنا عملناه دلوقتي ده على صورة ثابتة، فطالما على صورة ثابتة يبقى احنا ممكن نختار مثلا الجي بي جي او البي ان جي، فاحنا ممكن نختارها مثلا جي بي جي كده، وهنستنى لما هو يخلص خالص، وبعدين هنروح ضاغطين على كلمة داونلود عشان يعمل لنا حفظ عندنا على الموبايل بتاعنا. ويلا بينا نشوف الطريقة التانية لعمل الفيسبوك كفر. الطريقة التانية هنطلع من السهم اللي فوق دوت عشان نروح لصفحة الهوم الرئيسية ونختار تصميم تاني نبدأ نعدل عليه. هننزل لتحت خالص كده، الشكل التاني للفيسبوك فيديو كفر ده بيورينا كفرات عليها حركة، يعني مش بصورة ثابتة او بكلمات ثابتة زي الكفر اللي احنا عدلنا على الكتابة بتاعته من شوية. فاحنا كده هنضغط على السهم اللي فيه دوت، وهنبتدي برضو نشوف التصميمات اللي موجودة. هنا بقى هنلاقي ان على كل كفر هنا هو فيه علامة تشغيل الفيديو دهيت اللي هي بتورينا الحركة الخاصة بالكفر دوت. فتعالوا كده هوت يعني نختار اي حاجة ونشوف الحركة بتاعتها شكلها ايه. هنضغط كده هنا هوت ونشوف الحركة بتاعت دوت، حركة بسيطة جدا على الطبق اللي فيه الاكل. فطبعا احنا هنطلع كده برضو تاني ونشوف حاجة تانية. بصوا هنا الحركة على الكتابة او على خلفية الكتابة طبعا جميلة قوي. بصوا هنطلع برضو ونشوف شكل وحركة تانية. هنا برضو الحركة على الكتابة وكمان الوان الكفر نفسه. فطبعا احنا بنختار الحاجة اللي تناسبنا او تناسب المشروع بتاعنا وبنبتدي ان احنا نعدل عليها. طيب دلوقتي برضو نفس الحكاية، احنا لو احنا مش عايزين اي حاجة من الحاجات اللي هي موجودة قدامنا هنا هوت، احنا ممكن ايه، هنيجي برضو على السيرش تيمبلت نضغط عليها مرة ونختار مثلا كلمة بلودي مثلا. هنبص نلاقي ان هوت ان هو فتح لنا كل الكفرات اللي هي لونها بلو. تمام، بصوا تعالوا برضو نشوف الحركة هنا هوت شكلها ايه. الحركة هنا في الوردة طبعا يعني كفر خرافي بصراحة، احترافي جدا وفي منتهى الجمال. طيب تعالوا برضو نطلع نشوف حاجة تاني كده، برضو بصوا طبعا الحاجات دي بتاخد وقت طويل جدا لو احنا هنعملها كلها بالكامل بإيدنا، انما البرنامج هنا بيوفر علينا الوقت والمجهود وبيدينا الحاجات اللي هي التصميمات الجاهزة دي، احنا بس بنعدل على الصور وبنعدل على الكتابة اللي عليها، فبتكون سهلة متاخدش مننا اي وقت خالص. تعالوا نشوف ده برضو حلو قوي قوي، بصوا الشكل يعني خرافي بجد. تعالوا دلوقتي نختار كفر من اللي احنا شايفينهم دولت ونبدأ ان احنا نغير الكتابة اللي فيه. بصوا برضو حركة البنت اللي على الكفر هنا برضو دي جميلة جدا. دلوقتي احنا هنقول يوز تمبلت عشان نبدا ان احنا نعدل. هنا احنا بس ممكن نعدل على الكتابه دي، انا مش عايزه دي فانا هحذفها وهاجي على الكتابه هنا اهوت، هضغط عليها مرتين كده وهكتب مثلا كلمه مثلا يوتيوب وهضغط عليها كده اهوت عشان ابدا ان انا احطها هنا كده.
هنيجي من تحت من عند كلمة ستايل، وهنبتدي ان احنا نختار التنسيق بتاع الكلمة ديت اذا كانت شمال ولا يمين ولا في النص. هنضغط كده هنا على اول واحد، بصوا انا كده خليتها في النص. طيب انا مثلا لو انا عايز اعمل لها ميلان شوية هضغط على علامة الايطالي دي كده. طبعا بصوا هي دي مش متفعلة، فمش يعني لو هو البرنامج مدفوع معاكي كل حاجة هتبقى شغالة، انما لو هو برنامج مش مدفوع ففي حاجات هتلاقيها مش متفعلة فيه. فاحنا كده ممكن برضو نجرب ان احنا كمان نغير برضو الصورة بتاعت البنت دي كده. هنيجي من تحت خالص نختار لها حركة تانية، بصوا الحركة بتاعتها دي كده او بالشكل ده او بالشكل دوت. هنخليها كده وهنقول له ايه احفظ الكفر دوت. طيب دلوقتي احنا عندنا الكفر بقى المرة دي عليه صورة بنت بتتحرك، فاحنا مش هنختار الجي بي جي ولا البي ان جي، احنا هنيجي هنا هنختار الجي اي اف علشان يحفظها لنا بنفس التنسيق بتاع الكفر دوت. هنستنى لما يخلص وهنقول له داونلود. هنيجي هنفتح دلوقتي الاستوديو كده نشوف الكفر اللي احنا عملناه. بصوا اهو بصوا اتحفظ بالحركة اللي احنا عملناها على الصورة، وطبعا يعني ما خدش مننا ثواني خالص.